مرحبا بكم مشاهدينا من جديد في الجزء الثاني من عدد اليوم. ضيفنا في هذا الجزء هو فنان كوميدي، خلينا نقول لكم غير بان ولا نجم، يعني مدخلة. هذا الفنان الشيء المميز في الشيء اللي أداه أنه خلينا نقولوا إحنا ولفنا نشوفه في الأفلام تاعنا، نشوفه اللهجة الوهرانية، نشوفه اللهجة القبائلية، ولكن جديد اللي جابهولنا الفنان الكوميدي اللي هو معنا اليوم أنه شفنا اللهجة بليدية. تحية كبيرة البليدة. بلا ما نطول عليكم، شكون اللي ما يعرفش دارنا شو، شكون اللي ما يعرفش شكون؟ تفيقة كبيرة 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 لعليلو ولا رحيم بن عيشوبة. السلام عليكم. مرحبا. الله يديرك. اصبر نقول لهم مسر خير وش راك لاباس؟ لا غير لاباس. مرحبا. الله يسوي عليك. صافا. مشي خشت كرسي قلت ديريكت مرحبا. ديريكت تروح تقعد. تحب الكرسي واقيلا راحي. بزاف بزاف. نتبادلوا. جي منه وانا نجي منه. هاي خلاص مشى ليسونسيال. جبت لكم ضيف جديد اللي هو هشام. تصفيقه كبيره اخونا رحيم. مرحبا بك رحيم. الله يسلمك. تفضل تفضل. يا ربي بسم الله. مرحبا بك خويا رحيم، شرفتنا ونورتنا ومرحبا بكامل الناس البليده اللي عيبين يشوفوا فينا بقوه اليوم. الله يسلمك هشام. طلعت لهم العلامه رحيم. لا لا والله غير صافي بليزير. بريميرمون يعطيكم الصحة، ميرسي بو لانفيتاسيون. خليني نبدا انا ثاني. مرحبا مرحبا. صحة ونرحبوا كاع بالجمهور اليوم معنا. بيان سيغ داتخ كيما يقول لك ان بليديان، يعني شغل بلاصة اللي كبرت فيها وترعرعت فيها ايتو، والحمد لله يعني قدرت ننقل يعني اللهجة كيما راك تقول، ولا زعما لو ستيل جديد يعني تاع الكوميديا اللي جبتها اللي عندها علاقة بالشغل عفسة الا بليديان كيما يقولوا. الحمد لله يا ربي، هذه حاجة تشرفني. وشني أنا ألجيريان صاحبي، تسمى أنا تخلع سلطيني وهراني عنابي ألجيريان. مرحبا بك رحيم. أما لا يا رحيم يا البليدي، احنا راح نعرفوك بطريقتنا وتشوف معنا هذا الفيتيار. شكون أنا؟ رحيم بن عيشوبة. داكور؟ شكون أنا؟ شكون أنت بصح بطريقتنا؟ صح ريقا. أعطيونا نشوفوا شكون أنا رحيم بن عيشوبة. شكون أنا؟ بون، الناس كامل تعرفني بلي أنا هو خو خديجة الكبير. ودينا ماشي خو خديجة. طول عمري وانا حاب نبان في التلفزيون، وسييت كلش باش نبان، وبديت ديريكت بتقديم البرامج، وقدمت برنامج تزايرنا واللي بسبتو ولاو لي جان كامل يحبوا التاريخ. وشنو بعد المهازل اللي كنت نشوفها في لاتيلي سورتو في البرامج الرياضيه وين الناس كانت غير تهف، قررت باش ندير حصه على سبور واللي كنت نقدم فيها غير جديد. بصح في بلادنا باش تكون جورناليست ودير تاويل صعيبه شويه، وعلى هذا ديسيديت باش نضرب على دراعي وندير تاويل هكا باش نقدر نتزوج بخديجه، خاطش انا ماشي خوها. وبديت بلا بوكس خاطش قالوا لي بلي فيها بزاف دراهم، بصح ما قالوليش بلي فيها بزاف الضرب. زادو قلب زوك تانيت. وكي سمعت بلي خديجه تحب واحد بيلوت شكلتها في واحد الطياره. وشنو ما صحت ليش بيلوت؟ شوف كاين زنيف مقارون عدس لوبيا سباغيتي. ايوي، واليوم راني في حصة ما بيناتنا عند خويا هشام بوقفة اللي عرضني باش يقنعني باش نولي للإعلام. إذا فيها دراهم علاش لا؟ شوف نكذب عليكم نقول لك فيها دراهم. واه واه غير تسمى غير خمم مليح. خلينا منها. خليك منها. رحيم بون، عباك شوف قبل ما نبداو نحكيو على والو ما كاش كيفاش نبداو القصرة تاعنا بلا ما نحكيو على دارنا شو طروة. شغل هذه أهم حاجة بالك لازم نبداو بها. دارنا شو تروا، واش الحاجه اللي انت تشوفها باللي جديده، في حاجه جديده على دو ولا على لا سيزون الاولى؟ احنا يعني لوبجيكتيف تاع انك تطور من شيء شاك سيزون تخدمها، لوبجيكتيف تاع لا برودكسيون انه دائما تخدم حاجه احسن من واش خدمت العام اللي فات. كيفاش راك تقول لي انت يا زعما وشنو الشيء جديد؟ شيء جديد بريميرمون انك ديجا كون تو في يعني النقله تاعك تكنيكمون، يعني تزيد عفايس في التكنيك، على بالك بلي ما تنساش بلي حنا راني شغل اون بتيت برودكسيون، معناها شغل برودكسيون كبيره ولا، مي الحمد لله قدرنا نوصلوا للناس بهذو لي بو مويان. الحاجه اللي جديده انا نشوف فيها بلي الاولى تطور كبير في لي كوميديا تاعنا، وين شغل اي بروغريس عام مور عام، راك فاهمني، في الخدمه لا سبونتانيتي تاعهم كذا، لي سوجي في الجديد، ميم الكلام جديد، الهضره جديده، راك فاهم، باسكو انايا جاي من الناس اللي نحب يعني نواكب الجديد، نحب الجديد.
نخدم حاجه ماذا بيا لي موراها يا دي نوفو سي سا فهمني فوالا وان شاء الله كاينه اون سيزون يعني طويله ان شاء الله اللي راح نشوفوا فيها بوكو سوربريز ان شاء الله في 3 نشوفوا جينار مراحم المنتج يخاف يكون عنده سلسله من فيها عده اجزاء توجور يخاف يخرج جزء جديد يقول لك يخاف ما ينجحلوش باسكو يقول لك توجور سكسي يكون في الجزء الاول يزيد موراه الدوزيام بعد يقول لك تولي واعره وشفنا بزاف دي سيري حتى ماشي جزائريين سوريين ولا مصريين توجور كاين تخوف من الجزء الثاني والثالث والرابع انتم ما كانش عندكم هذا التخوف يعطيك الصحه حنا ديجا اون برون لو طون يعني ناخذ الوقت واي حاجه تخدمها الشابه لازم لها الوقت حنا العام اللي فات درنا داير حاجه جديده نورمالمون راهي عندك هذه باللي خدمنا برا على رمضان صح فوالا يتسمى حنايا واش درنا خدمنا برا على رمضان ومن بعد كي قريب يلحقني رمضان الناس دومونداتها في رمضان يتونا ما نكذبش عليك من اللي كيديش ما نخدمش وخلاص خذينا وقتنا مع المخرج محمد رياضة داير اللي نحييه رفيق دربي كما يقولوا محمد رياضة المخرج تاعنا قال لي قال لي هذيك تاع كريستيانو هذيك تاع كال شغل فاهم شغل ما تديهاش درت هكا كذا منا ريحنا شويه لي سيناريو نكتبوا اتيت ريبوزي كي درنا سيزون 3 والحمد لله ست ايام زوج ملايين مشاهده دخلنا في طوندونس برومي الحلقه الزاوجه دخلت في طوندونس تروازيام حاجه شغل تفرح بزاف وهذه هي يعني اللي انا نهضروا عليها تاع تو برون لو طون يعني لون كما يقول لك دي با لون اي سور راني نهضر فرونسي واش راني نشوف فيك حاجه حاجه في الواعر في الواعر كاميلي يشر لي من صح فيك رحيم واش اللي اللي خلى دار ناشو يحقق هذا النجاح ولا يخلي الناس ما يشوفوش بالك انتاجات واحده اخرى ويركزوا معكم كما قلت ملايين المشاهده انه خلينا نقولوا دار ناشو من البرامج ولا السيت كوم هو تعتبروه ولا سيت كوم من السيت كوم اللي مشاهده تاعهم ربما في اليوتيوب اكثر من في شاشه التلفزيون باسكو بالك تلفزي بزاف لي جاني تو في راك واش الشيء المميز فيه اللي خلى الناس عطاشي ليها بهذا الشكل ثلاث سنين وكما قلت من اول يومين وصلتوا لمليون وزوج ملايين وثلاث ملايين وماشيه يعطيك الصحه توجور اون بوز لا كيستيون هذه لو فينومين هذا تاع تفيزي كاتيجوري معينه تقيس كاع الشعب صغار كبار شيوخ ناس كاع تقاست الحاجه الاولى بلوتو سي ليسبري فاميليال كي نقولوا حنايا اون باز يعني على الاسره العائله انا كي يقعد البابات واليمات والخو والخت والذراري يقعدوا يقابلوا لا تيليفزيون الاحترام اللي انا نحترمه لهم راك فهمني بتقديمي لاشياء كما يقولوا عندها فكره اون بريمير بوزيسيون حاجه الزوجه تكون محترمه راك فاهم ما يسحقش انسان يقول كلام عيان ولا كلام ماشي مليح باش انه يضحك الناس راك فاهمني نعاودوا نردوا البنا تاع بكري اللي كنا نقعدوا نتلموا وكذا منا نقصروا ماشي قاعدوا حاط تيليكوموند على التير شغل مريح حكايه شغل هذيك تاع حكايه زفت في التيليكوموند لا لا وين صح كاين احترام ناس مريحه اليز فوالا انا نقول باللي ثاني السر وشنو هو سي الخليط يعني الخليط يعني جون في البنات صغار لي كاتيجوري فوالا الجد كبير يعني وليد العم سي سا يعني كيفاش نقولوا حنايا التركيبه هذيك المتنوعه هي اللي خلات خلقت النجاح كاين يقول لك رحيم كي راح اسلام من السيت كوم كاين قال لك باللي خلاص هنا راح تحبس الحكايه خاطر كنا نشوفوا رحيم واسلام هما اللي كانوا دايرين لو شو راح اسلام تسمى باي باي دار ناشو مي مع ذلك كملت دار ناشو كيفاش بيان سور شوف اسلام حنا خدمنا انا وياه بزاف خدمنا احنا في حنا خدمنا محبه خاطر ومن بعد جات مورا داير احنا في حنا سي تان ايكول يعني بالنسبه لينا كاع اون طونك خدمنا بزاف شخصيات وهذو الشخصيات لعب تايا بلوس دو 25 كاركتر وكل كاركتر عنده جمهوره شغل تنخلع يعني حاجه ميم اسلام من بعد احنا كي خدمنا لو بريمي سيت كوم دار ناشو بدينا نخدموا ايتو لحقنا الحمد لله يعني تقدر تقول بلي درنا با كبير اسلام تو دان كو يلا ديسيدي باش يبدل وهذه حريه شخصيه انا على كل حال هضرت معاه قلت له يا اسلام بقى معانا كذا من الناس كيفاش نخدموا ما من المخرج هضر معاه وكذا مي هو يلا ديسيدي باش يخرج علاش؟ يعني كاين واحد يخلي مشروع ناجح كيما هذا شوف خويا العزيز هي 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 باللغه الاعلاميه نقولوا باللي هذه حريته الشخصيه وراح نحترموها لكن احنا تساءلنا ثاني اون طون انا اون طونك صاحبي اون طونك واحد نعرفه مليح تسألت قلت على خرج وهي القضيه انه حب يشوف روحه في حاجات واحد اخرين
راك فاهمني القضيه يعني في حد ذاتها انه حب يشوف روحه وبالك شاف بالك راحته في جهات وحدوخرين فوالا سي سو. حنا على كل حال الحمد لله خرجنا يعني خرج معنا يعني كنا لاباس وما كاين والو يعني خرجنا بالبيان. علاقتك راهي مليحه معاه اليوم؟ شوف هو قلت لنا راني بزاف مبروشي مع الخدمه وهو فاني راه بزاف مبروشي مع الخدمه يعني رارمون مي رانا نتلاقاو راك فاهمني يعني ماشي بالك كنت انت السبب بالك شافك ديت كاع الاضواء ربما بالك الاضواء الاساسيه ليك هي بصراحه هي لو كان دوكا تحطها في الانترنت تحطها هكا دير ان سونداج يقول لك باللي سيزون 1 كي كنت انا وسيد احمد انا عليل وسيد احمد الناس تحبهم بقدر الحب يعني اللي شغل متساوي يعني كيما يحبوا سيد احمد كيما يحبوا عليلو ما كاش هذيك تاع انك كنت خير منه ولا هو كخير مني وعمرها كان لي سبري بيناتنا هذايا احنا كنا انا نلعب مع صاحبي اون سو كومبليت يعني هو يعطيني انا نعطي جوستومون ومن بعد كي راح ما حسيتش باللي صعابه الحكايه فوالا تبعني ومن بعد كي خرج من لو جروب ما نكذبش عليك دوك نهضروا هضره من التالي انت عندك اون ايكيب باغ اكزومبل نهضروا بلغه الفوتبول انت عندك باغ اكزومبل لا يوفي مثلا جوفنتوس نحيي جوفنتوس زعما شغل لا يوفي شغل عندك اون ايكيب جون ما فيهاش لي ستار بزاف بصح كومبليتي بيناتهم مكثر منه كيما يقول لك بيان سودي يخرج منها ان جوار اوتوماتيك مو مش حتاثر على ليكيب هذه معروفه وباينه ماكري الجوار يكون حاجه كبيره تيك اكزومبل مثلا ديغو كوستا نهار اللي خرج من الاتليتيكو راح لتشيلسي موراها الاتليتيكو راحت فينال ليغ دي شامبيون وهذه الحاجه تبين باللي كي تكون التركيبه كومبلي ويخرج منها ان اليمون تقدر تسويفي الوسمو وما نكذبش عليك بذكاء شديد يعني من المخرج تاعنا اللي عرف كيفاش بون خممنا ناويه على كل حال وثاني كيفاش عرف كيفاش نجيبو زعما وليد العم مرت سيد احمد نجيبو مريم ماشي نسي بالك الناس في هذاك البيرسوناج ما يحسوش الفيد ما يحسوش الناس ما تحوش تتعمر راك فاهم والشي اللي صرا وين دينا احسن مسلسل كوميدي 2018 سيزون 2 بلا اسلام ونشوفوا ثاني انه كامل ليكيب كامل ليكيب تقريبا اول تجارب التمثيليه ليهم اللي معاهم اول تجارب هذا كان ريسك يعني كاين مخاطره في الامر انك تجيب دي جان وبنات ودراري واللي جامي يخدموا وتخدم بهم سيت كوم احنا درنا كاستينغ هشام نافين كاستينغ درنا كاستينغ شفنا شويه هكايا مور الوسمو شفنا بلي كاين ناس توالم راك فاهم وكيفاش تجيري لي كوميديان خاطر انا بالنسبه ليا تحب ولا تكره ما كاش ان موفي كوميديان كان ان موفي واحد يجيري لي كوميديان نهضروا على المخرج ولا الديريكتور ارتستيك راك فاهم كيما انا باغ اكزومبل نخدم لا ديريكسيون ارتستيك مع لي كوميديان تاعنا نكذب عليك نقدر نلحق له ميساج كيفاش يلعب ريح بون تا كي تلعب هذه تا كي يقولوا له تغزر فيه دير هكا يضحك لك عاود شد سيريو فاهم كيفاش تلحق له لو ميساج تعطيه تكادريه رياليزاتور لا فيزيون لوانتان يشوف ثم مع الكادر كيفاش كذا طب اكسيون يلعب يعطيك وشك حب وحده زوج ثلاثه اربعه تبدي تعصر قلب الحبات تخرج تعطي وشك طيب راح نشوفوا رغم كامل ابداع اللي في دار ناشو بصح انت خيرت تقعد غير فيه يعني نشوفوا تكمل دار ناشو ما نشوفوكش في حاجه واحده اخرى قاعد مركز غير مع برودوي واحد علاش؟ شوف انا هذه تاع تقول لي باللي انت قاعد مركز مع البرودوي واحد نو انا نقول لك باللي هذو مراحل مانيش حارقهم علاش؟ باسكو انت كي تهضر معايا تقول لي واش داير؟ نقول لك انا درت محبه خاطر كانت التجربه الاولى موراها درت حنا في حنا كانت التجربه الثانيه حنا في حنا متنوعه فيها بزاف شخصيات طب رحنا حنا في حنا دو تجربه واحده اخرى كاع درنا دارنا شو ان تجربه واحده اخرى كاع راك فاهمني؟ زدت الدو والتروا علاش زدت الدو والتروا؟ بريميرمون سيكو على بالي بلي تقدر تلعب كوم تو فو عندك لي سوجي كيما تحب الشعب مازال ما شبعش دار ناشو الشعب يحب دار ناشو غوفونون فاني ميم لي سيت كوم امريكان وكذا تيب زعما دي سيت كوم كيما نوتر بيل فامي باغ اكزومبل طالعين 10 ans 11 ans مش عارف كبروا في الفيلم صح. رحت في هذاك الستيل لكن نتفاهموا حاجه شابه سيكو والحمد لله الحمد لله هذه نعمه من عند ربي نشكر عليها ربي سيكو عندنا باجاج وعندي افكار وعندي دي زيدي اللي يخليوني ماشي ندير ان بروجي ندير خمسه سته سبعه ثمانيه لي بروجي ما بعد دار ناس ان شاء الله. جاوب دي بروبوزيسيون هكذا في العامين هذو اللي فاتوا باش تخدم في اعمال اخرى ورفضت رحيم؟ اكيد اكيد جوني دي بروبوزيسيون شوف كاينه حاجه كاين دو زوج انواع تاع بروبوزيسيون كاين بروبوزيسيون الاولى
يبداها لك اكزامنا اوتوماتيكمون تما يعجبك السيناريو زعما شغل ولا الناس زعما انا ما نستحقرش وجامي حقرت بالناس لكن نشوف حاجه بلي ما نشوفش روحي فيها اي تو اكزامنا. والحاجه الثانيه شنو هي؟ سي الناس اللي تعيط لك تكنيكمون كيفاه تحب تكسرك انديريكتومون كيفاش دير لك تعيط لك مثلا تجيب لك زعما اكتور كبير والانتيليجونس تاع اللي حب يجيبك خلاص حب يعطيك واش يدير لك يضربك بتكنيك يدير لك يقول لك روح العب هكا تجيب منا ما تتفهم باللي ودي كاينه مؤامره كاينه علاه مؤامره بصح باسكو كاين ناس ما نكذبش عليك ماشي الناس قاعد تحب لك الخير ماشي الناس كي تشوف بالك لو فينومين هشام طونك صحافي دوكا او صاري فينومين كبير في الجزائر الاعلام كاين اللي يهضر عليه وكاين اللي مغمو دارنا شعبك عاود دارت عاودت لمت لافامي الجيريان دراري صغار كبار يهضروا بهضرتنا في الزنقه كاع وين تروح هذا فينومين نورمالمون شغل يهضر عليه الاعلام خاطش اي واعره شي هذيك تاع اي واعره اي واعره هربت ولات شغل احنا بلد ما تعرفوش من العقده عندنا راهي عندنا العقده تاع اللي دائما نقولوا نفتخر انه احنا في قناه الشروق في برنامج ما بيناتنا ما عندناش هذه العقده انه كيكون سيت كوم ولا عمل درامي يبث في قناه القناه الاخرى ما تتحكي لا على العمل ولا تستضيف النجوم تاعو ولا شيء احنا هذه العقده فعلا تجاوزناها لانه راك اليوم انت لانه بالنسبه لنا هذا عمل جزائري وانت فنان جزائري راك تقدم شيء للمشاهد الجزائري احنا نفرحوا به حتى اذا ما كانش يبث على قناه الشروق هذه نصفق له ربما بالك على هادشي اللي تلقاهم ما يهضروش بزاف. طيب شوف رحيم حنا راح نكملوا نحكيو بصح قبل كنا حكينا على عليلو والان ودو والطروا والناس شافوك بزاف قول لي كي تمشي برا كيفاش يقولوا لك الناس كيفاش يتعاملوا معك راك تمشي برا هكذا واعره واعره خاطر علاه شغل دراري صغار كبار كذا يهضروا هضرتك واش الهضره ديالك ترى كاع اللي يقولوها لك بزاف هي كانت واش كاين فما ما دوش صايد ضارب بالسكوت ما دوكا واش هم ست فم كتف مغلف مومبالي واجد طيب تحب تسمع معنا الناس واش قالوا على رحيم بن عيشوبه بيان سير بيان سير يلا اعطيونا نشوفوا واش قالوا رحيم بن عيشوبه ضيفنا اليوم في ما بيناتنا هو رحيم بن عيشوبه فنان كوميدي داير حاله بالاقوال ديالو واش كاين فما ما نطولش عليكم نروحوا نشوفوا واش يقولوا لنا على عليلو رحيم والله غير انتيك والله غير فنان كبير ويضحك كوميديا ما شاء الله عليلو انا نموت عليه انا الدراني نهضر لهم شوكي عليلو الرول تاعو اسمي خرج عليه سوا سوا راهم كلاسي نقدر نقول لك ملي برومي ماغريتو راهو جديد في الميدان عليلو يضحكنا شغل خلويك يضحكك وانا الفان تاعو ما نكذبش عليك انا يعجبني الله يبارك عنده موهبه فنيه ويضحكني وتعجبني اللهجة تاعو وش كان تما صاير ضايب بسكوتش عليلو عليلو حاجة فور حاجة فور وخلاص عليلو بلا درناش ولا لا ما شكيتش ما شكيتش ما تحلاش ما تما هكا نو عليلو هو الصحفة دي في درناش ما امبوسيبل يا اخو محال جامي ما كاينوش بحلاش بحلاش الاخر درناش كما شي هو ما كاش درنا شو بلا درنا شو بلا رحيم ما درنا والو بيان سير انا ما كاش كاكي انا نشوف درنا شو على جال عليلو سما من الاخر ينحوا عليلو من درنا شو مش نتفرجوا لا انا ما قدش نشوفه خاطر هو اللي دلت ما اجواء تاع المارح والضحك نتمنى له التوفيق والنجاح عليلو واش كاين ثم واش صاير داير بسكوتش جديد ناجح هو ناجح الله يبارك في الجزائر وانا وان شاء الله ما اكثر يروح بعيد ربي يحفظه وان شاء الله يكمل في هذا المكان نحبوك كاع يا عليلو عليلو شنو صاير طاير بسكوتش نحبوك بزاف ولي سيبورتور تاع الحراش كامل يحبوك عمي محمد شبيه عمي محمد نحبك ونموت عليك نقول له راك ناجح وراك صاير داير بالمعجبين شابه هذه الاخرى مليحه او دير تالي ودير بونسمون رايح فيا في لي بونسمون كيفاش تحس كي تسمع الناس يحكيوا عليك هكذا رحيم الحمد لله شوف كاين واحد الحاجه كانت في قلبي يعني وشغل جات لوكازيون باش نقولها انا من لا تيليفزيون هذه كاع واش جوزت وكذا واش ربحت فريمون الحاجه اللي ربحتها والحمد لله يا ربي محبه الناس
وانه الناس تدعي لك ما تامش عقلك. عباك يلحق واحد من قلبه كيوصل لك في الزنقه يقول لك الله يعطيك ما تمنى، 40 واحد 50 واحد 60 يقول لك هذه الكلمه، ان شاء الله ربي يستجيب على كل حال. شغل حاجه شغل تفرح بزاف الدعاء. وكاين واحد الحاجه فاني تفرحني بزاف، شنو هي؟ ما من الانتقادات يقول لك انا ما عجبتنيش قرعه ولا عمره، يعني الحمد لله ما صيفش ناس تسبني ولا تشتمني والحمد لله يا رب. هذه الحاجه شغل هذه اللي فرحتني وهذه اللي ربحتها من لا تلفزيون كاع. صح. شوف من الناس اللي يحبوك ثاني، وعندنا واحد السيد يحبك وراه جا اليوم باش يزورك، جاك شوف جاك من الخليج لهنا باش يشوفك. من الخليج؟ ايه من الخليج، بصح ما باش جاي يحوس من عندك، وقال لي شوف لازم ندخل. قلت اصبر ادخل مع قاده ادخل، قال لي لا لا ندخل مع، قال لي ما قاليش مع رحيم، قال لي ندخل مع عليلو، قال لي عندي شغل معاه. عليلو روح عيط له. راك صاحبي هذا هي ما فهمت. والله ما على بالي، جينجل ونستقبلوا رامز المطريطي في فقره طويل العمر. عليلو سلام عليكم. اهلا 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 حبيبي. اهلا اهلا عليلو سلام عليكم استاذ. أهلاً عليلو ها شلونك؟ الحمد لله. سلام عليكم، هلا بالجمهور. استاذ عليلو حياك الله. الله يسلمك. انا جيت من الخليج للجزائر عشانك، يعني مو عشانك بس خلينا نقولوها عشانك. انا جبت لك هديه، قالوا لي انك بتعشق في الالعاب الالكترونيه والبلاي ستيشن. الله يحفظك. انا جبت لك هذه عشان لما تستف وتكتف وما بعرف شنو تغلفها بهذه. منون بالي فهمت. ايوه هذه هذه الشغله انا جبتك عشانها. عجبتني صاحبي. هذه من خبيها ماسكيها. لا لا بس حبيبي انا يعني جاي عشان محتاجك في شغله حقيقه. معليش. لانه انا يعني انت تعرف اني انا عندي فلوس وايد كثيره. انا عندي فلوس وايد كثيره بس بيهم في الخليج. ايوه لا باقي يعني هذه اللي قلتها. احنا عندنا فلوس كثيره يعني، وانا عندي يعني مكان وايد كبير في البيت. ايه وجاي عشان تزوج ان شاء الله. وتك تشوف فيا جيت نخطب لك، انا ما فهمش خطاب. ان شاء الله حتكون انت اللي حتعمل لي الشغله عشان اصير متزوج. شو بان انا اخطب لك؟ ايوه عشان انا يعني عجبتني مرأة هنا في الجزائر. وكل الخليج بيحاكي عنها. وايد جميله. شكون هي؟ شو اسمها يا هاي الشعر هاي شو... خديجه. ايوه شو خديجه؟ هذه اللي شو منطقة؟ لا شو خديجة؟ بس دقيقة عفوا. الأستاذ اللي هذه اللي خديجة الجميلة اللي شعرها أسود. مستهدف خديجة. ها هاي شو نقول لك؟ إيش في هذا يا أستاذ؟ شنو؟ مريم فيني لابس؟ منو هذه مريم؟ حتى تتزوج مريم سليمة؟ لا أنا أبي خديجة. يعني أنا حاجيت معاها. ايوه انا تكلمت معاها الحقيقه. هشام كان كيما نضربوا بالتليفون على الوجه. شعب عنيف يا سيزون بعد يفرج ربي. انا تكلمت معاها هذه خديجه خدوج، انا يعني بدلعها خدوج. واسمك خلاص شوف بدل السيجي راك فاهم. خاتش هذيك خلاص عندها اللي جاب لي ربي عندها اللي حيتزوج بها. يتسمى غير بدل السيجي خاتش حتى نضرب بزاف. بس قالت لي انه اتكلم مع اخوي عليلي وانت اخوها. شحال عندك ما كسروا لك شنو واضر في وجهك؟ لا هذه الكلام يعني بدا يقساح زي ما تقولون. ايوه انا ابي اتزوجها وقالت لي انت تكلم مع اخوي علي. انا كم جيت ضيفتها كان يضربته عندي ربع ساعه. عندي تامين انا يا استاذ ابو قفه. انا عندي تامين عشان اسمك دكتور شك تحوز ذكاء خديجه فوتها خلينا منها. لا انا عايز خديجه. انا حقول لك على شغله. انت تبي هذه اختك خديجه؟ لا بس اختك انت صح. لا يا اخي هي قالت لي تكلم مع اخوي عليلو. يا الامن انا حقول لك على شغله. انا حديك فلوس. هاي روح نخطب لك صاحبي. انا حديك فلوس هاي كان هذه حبيبي راح اديك فلوس وايد كبيره. روح نخطب لك ان شاء الله. اسمع شيكو. تعسق لي هذا الخليجي. والله وقيله من بعثوا ذوك ديركت الخليج ما يعاودش يولي كامل. ما تنقص الرمع. طيب رحيم انت ماشي برك ممثل، انت ثاني راك تكتب سيناريو. دارنا شو طروا ودي ولا غير طروا؟ طروا دو زيرو كاع كلش كاع اي سيناريو الهضره كاع. واللي العمل اللي قبلوه احنا في احنا كيف فانيت محبه خاطر كاع صح. الحمد لله. اصبر شو دقيقه رحيم باش نوضحوا الامور. انت على باز ماشي ممثل وماشي قاري تمثيل، انت على باز جورناليست. صحفي. صحفي.
صح بديت خريج كليه علوم سياسيه علوم اعلام والاتصال. بديت نشوف هذاك الوقت كنت دير برنامج تاع الرياضه ولا تاع التاريخ؟ بديت اون 2012 برنامج تاريخي اسمه تاهرنا، ومن بعد هذيك برنامج رياضي، ومن بعد كيما قال لك فقت باللي ما فيهاش الخبزه ما فيهاش دراهم قلبتها. لا والله والو ماشي هكاك. وكيفاش احتجت انت كي كنت صغير كنت تشوف روحك جورناليست ولا اكتور؟ بون شوف انايا كنت صغير كنت حاب نولي بيلوت. لا هذه لا هذه بيلوت وبيلوت لي زاجيريا كاع بيلوت. واعره باش تولي بيلوت لازم تقرا مات، وانا ما نعرفش المات راك فاهم. ما تفقت باللي لحقت لواحد النيفو وصلت باللي ودي ما فيهاش. ومن بعد حبيت شويه صحافه يعني من الصغر وكذا كنت نحب ندير هكا عفايس. يا اخي ما ربي كتب لي كي جبت الباك تاعي قريت في لي تي اف سي الحمد لله. كملت كي كملت خبطت فيه صور تاع شوماج دخله 120. خدمت بزاف صوالح، خدمت كلونديس تمام، كنت في الجامعه كنت نخدم هكا عفايس بيزون صبيغه تبريكولي كنت نبريكولي تخلع. من بعد بعت على الاعلام، ومن بعد دون 2010 بديت نكتب في الجورنال. بديت نكتب في الجورنال دي زارتيكل كذا نروح لي زانترفيو لي جوار بالون كذاك تعرف. ومن بعد 2011 درت كونكور تاع لا راديو ما جبتوش، قالوا لي هذه في هذه قال لك ما عندكش كارت ميليتير. معليش ماشي مشكل خلينا منو. رحت من بعد 2012 ودوك عندك كارت ميليتير؟ عندي كارت ميليتير انا فهم جبتها رحت ليهم كتب كارت ميليتير قالوا لي السنه الجايه تاع 2025 عاود ولي تخدم في لا راديو. المهم معليش ماشي مشكل. 2012 درت كاستينغ داير مع محمد رضا، كي شافني كذا منا قال لك تفيل هذا في الخفيف شويه لاباس. شفا لا كي درت كاستينغ انا نضرب على الكاميرا وكاينه تاقه وانا زعما بالمهيدي باغ اكزومبل تاعني كذا كنت بالمهيدي زاد ستيل جديد تقول غزر هكا في الكاميرا في الزنقه. قلت لك كذا عيني ليه هاك معايا ما يقول لي غزر هنا ايه غزر هنا ايه نغزر هنا عاود نولي نغزر هكا. ومن بعد ولا يضحك كذا من عجبته راه نبيا في التلفزيون. شفا لها على ليبوك كان رياض رجدال ديريكتور تاع لاشين نتذكر الاسم لا الجزائريه وان. قلت لك احنا ما عندناش مشكل مع الاسماء تخطينا هذا. رياض رجدال الى دوموندي طفله هي دير ليميسيون هذه. رياض راهن عليا قال له يا ودي تفيل لاباس خليه تشوف هكذا. يا اخي ما رياض عنده هذيك فاني لا فيزيون رياض يشوف ثاني البعيد. قال له معليش اي تشوف فاني نسيه وطفل كيفاه. يا اخي الحمد لله بديت ندير بدات البدايه تاعي وكنت انا شو با سبيسياليزي اون ايستوار لكن كانت هذيك هي المدخل تاعي. ومن بعد موراها زفت انا ليستوار جاو لي الغاشي قال لك اسمع انت تاع ايستوار انت تاريخ. انا ماشي تاريخ رحت للبالون درت ايميسيون تاع بالون. بديت بالون تخلى هضره في التيران حكي على الفوتبول الدنيا كذا واش جاز كذا تاع بالون تا يا بالون ما كانش كاع ما تهضرش معاك كاع تاع بالون. درت لهم تمثيل باش نتفاهموا. راح انت انا كنت نشوفك هذاك الوقت انت كنت كاعلامي كنت مميز عندك طريقه تاع التحديد تاعك سبيسيال. جو كنت باين بلي عندك واحد العفويه قليل ونشوفها عندي جورناليست نقول لك بكل صراحه. من بعد ديسيدي تروح التمثيل كاش ما درت تكوين مسرحي كاش ما كذا. حنا كي كنا صغار حياتنا كاع يعني ملي كنا صغار كاع نديروا التياتر. انا درت التياتر درت المسرح الهاوي كان عندي جروب في الليسي واسمه جروب الفتح. كي كنت صغير كنت ندير تياتر كنت نطلع سور سان. من بعد فليت في اليونيفرسيتي فاني كان عندنا لو جروب ناشط ونخدموا خدمنا المسرح الهاوي درنا مسرحيات بزاف. داير كان معايا كاين معايا عدوله كان معايا اليوم معايا دوكا محفوظ يلعب كريمو كان معايا اسلام كان معايا كنا جروب. كنت تشوف هذاك الكوميدي الصغير عايش داخلك كنت تحس به؟ بيان سور هي عبا كيفاش تبدا ميم انا يعني انا نهضر مع لي جون كاع دوكا اللي راهم هنايا ولا اللي يشوفوا فينا. انت كيفاش تشوف روحك ككوميديا الاولى كاع تبدا في داركم يماك تحبك شويه تما تقدر دير لك غوستوك ترمي بلاك تحب تقصر دير لك شغل تضحك لك تخرج للحومه توصل الحومه تسيب ولاد حومتك شغل مرشقين بيك دايرين بيك ذا ابروكسيميتي ثاني قالوا ولاد حومه. ومن بعد تخرج تسيب روحك وينك تقرا ليسي سيام ابتداء تسيب اللي الناس ثاني تحبك شغل كاين قبول تبلاقي يسكتهم يسمعوا فيك تقصر عندك طريقه. ومن بعد كي تطلع لليونيفرسيتي نفس الشيء استغفر الله. ومن بعد كي تطلع قبل اليونيفرسيتي كي تطلع فوق الخشبه توقف سيرسان دير جاست الناس تترشق بيك هنا سي لا كونفيرماسيون باللي انت يا كيلكو شوز ماشي فور وماشي ما عندك الموهبه لكن تقدر تطلع تقدر يكون عندك حضور. سي بور سا كاين ناس بزاف عم بالو باللي يعرف يمثل بصح هو ما يعرفش يمثل
وكاين لي ناس ما على بالوش باللي هو يعرف يمثل بصح هو يعرف يمثل شوفوا شطابي بري كاين انسان في مخو باغ اكزومبل يبلاغي اليما يقولها يا ودي يما البارح كنت نجري طحت زلقت مت السلام عليكم يما يا ميت يما طاح في القاع بالضحك راك فاهم انا فور بزاف شوفوا لي لي لو صغار ندير كاستينغ تدخل مثل راك فاهم كاين واحد الحاجه واحده اخرى ثاني تري امبورطونت هو انك كي تلعب بالاسلوب السهل الممتنع اللي حياتنا كومبلي ملي كنا صغار وحنا نلقاو السهل الممتنع السهل الممتنع فهمتوا كي كنت صغير السهل الممتنع بصح فهمتوا فور كي وليت في المجال كيفاش تخدم حاجه بسيطه تبان في التلفزيون بسيطه فور يولي واحد مع صاحبه يا ودي نلعب خير من هكا ستي خف الف خطره شاك في مداونيش انا وهو سهل الممتنع لو كان يوقف قدام الكاميرا ويلعب ويجي والو صح يعني انت راح تشوف شوف اللي ماشي لازم انه الواحد يكون عنده ماشي شرط يكون عنده تكوين مسرحي باش يقدر يكون ممثل اكيد انا بيان سور كاين ناس بزاف ما داروش تكوين مسرحي ونجحوا بصح انا مع حاجه تري امبورطونت حنا كي كنا نلقاو جورناليزم جزء من دراستنا ومخاوتنا في الاعلام راهم عارفين كان جزء من دراستنا على السينما والمسرح وكذا صح راك فاهمني تسمى ديجا اصلا ما قصدك الواحد يروح ويكون روحه على الاقل يعطيك الصحه تولي نتايا في الدومين تولي تتكون في روحك اكذا دير دي ستاج تروح طلع ليترونجي تحتك كيما انايا ما نكذبش على خويا انا دوكا اكتويلمون راني الحمد لله جاتني شحال من اوكازيون نطلع لمصر راني نروح للمروك دير دي فورماسيون ما نكذبش عليك لي زيجيبسيان يفو عالي خويا مستوى عالي مراكا نفس الشيء استخدم راك فاهمني تسمى تروح تحتك ترفد اكذا سي سا انسان ما يقولش بلي لحقت خاش تحب ولا تكره صاحبي اللي يقول لك بلي لحقت يبقى هو التالي صح حنا رانا لتحت كاع انا جو مو فو كيما كنت نقصر قبيله مع الياس الشخصيه المحترمه الياس اللي راه معاكم الياس نجيبي مستشار البرنامج الله يبارك كنت نقصر معاه قلت له نكذب عليك انا راني نشوف في روحي في الدرجه الاولى طموحي وبعيد ماني نشوف في روحي كاع هنا وراني هنايا راك فاهم باللي يودي مازال نزيد نخدم انا والو هذه البدايه برك انا والو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هذه البدايه ان شاء الله كل توفيق تقدر ترجع في يوم ما الى مسارك صحفي ولا خلاص هي الى 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 وليت يعني لانيماسيون يعني ماذا بيا نولي برنامج كبير شو حاجه بالطبع يعني ممكن تقدر ترجع بوكو با بيان سور طيب شوف عندي لك واحد كويز صغير بعدا نرجعوا نحكيوا على المشاريع الجايه فضل. شوف راح نسقسيك وقول لي انا ماشي انا رحيم نعرف نلبس لا باس انا ولا ماشي انا لا خير انا رحيم نحب نزيد عليها مين ذاك انا رحيم دخلني الغرور بعد دار ناشو جامي انا رحيم حقروني بالعين في البدايات باينه اوفيسيال وتنحقر شغل حتى تنخلع ماشي شويه كان منتجين يحقروك ولا انا نشفى لا نحكي لكم هذه حكيت عليها ديجا خطره كان واحد سيت كوم ماشي سيت كوم عفسه كانت ناجحه وانا كنت في لانيماسيون عم بالهم انا غير في لانيماسيون يعني كي شافوني في التمثيل كذا دخلت انا وما كانوا هكايا كانوا يريبيتي وكذا وانا كنت جايز هما شافوني صح راه السلام عليكم شكون هذا الحمد لله تا نورمال واحد قال لي يا رحيم يا ولا حشمت ياك وليت ممثل شوف نهضروا هضره شابه متاليه وانا والله العلي العظيم ما عندي حتى رونكين مع هذا الانسان لكن انا في قلبي شغل قلت شو سبحان الله الدنيا كيفاش دايره ولي هذا الانسان دوكا ماهيش عنده الشعبيه اللي راني انا فيها دوكا راك فاهمني شو ربي سبحانه كيفاش صح الدنيا دوار جامي تحقر الانسان الدنيا دواره صح مهما يكون صح انا رحيم ما بقاليش بزاف ونهرب من الجزائر راني مره هنا ومره لهي مليحه هذه مين ذاك هنا ومين ذاك لهي لا بصح الهربه هذيك الهربه الدائمه نو لا ما نهربش هربه دائمه انا رحيم نغير بزاف باينه افون انا رحيم ما نقدرش نستغنى على اللهجه البليديه لعبت دي رول الجيروا صياد شحال لعبت رول تاع ناس شغل رايحين شويه في الغرب كذا يتسمى لعب تاع فايز في حنا تسمى ما تقدر تلعب بعيد على اللهجه البليديه والله. انا رحيم ولادي ما كاش كاع كيفاش يدخلوا للفن لا كي تكون حاجه محترمه كيما انا راني نخدمها ومقتنع بها بلي انا كي نخدم حاجه بريميرمون نفرح مريض نفرح فاميليا نحي يكون واحد مديقوتي قاعد هكايا يشوفك مديقوتي وتبدا تلعب يدير هكا ديجا هنايا هذه واش تسوى عند ربي فهمني داكور
ولو كان سقسيك شكون المنافس تاعك اليوم ونقول لك اعطيني اسم، شكون اللي تشوف راك انت راك تنافسه ولا راوي نفسك؟ انا نقولوا باللي منافس نقولوا باللي ان شاء الله نلحقوا نولوا كيما هو سي بيان صالح اوغروت. انا نضرب له لو كان نقول لك احكي لنا موقف صرالك في دار ناشو ما تقدرش تنساه في حياتك. يو هما صراو بزاف مواقف واش نحكي لك. بون شو كاين زوج مواقف نحكيهم لك من سيزون 2 من سيزون 1. واحد النهار كانوا معنا جماعه كنا نلعبوا حلقه وقالت ليكيب ناسيونال كنا في الرايو وانا قابض جماعه كمجريسي شكون مجريسيهم شد لهم باطون ونلعبوا الكاميرا كانت متخبيه. واحد جايز خزر هاكو جب التليفون الو يا دو مجريسي في جماعه انا خويا اقسم بالله ذوك يا هاهم صدموا علينا اكبر واش كاين ريا واش بيك تونا نمثلو ايه واش راك لاباس الحمد لله جازت. وكاين واحد لاكسيون فاني شباب بزاف صرات غير كيما جاتني ذوك في راسي امين جوني على كل حال نحيي اللي تروح له لافا المهم امين نلعبوا اكسيون في لابيسين هذه التاليه تاع اللي لعبناها في الحلقه الاولى. دوك انايا امين راح يبلونجي في لابيسين اسمع مليح درجه الحراره في الماء اقل من 50 درجه الروس الداخل تحط يدك تبقى الداخل هكا تجمد. امين قال لك انا نبلونجي كذا امين تبلونجي نبلونجي شو استهلا كاين ملي هي دوش سخون باش كي يخرج من لابيسين يقلع ديك للدوش يدخل يقعد 20 سنه في تحت الماء سخون باش يعاود يولي نورمال. لعبنا لاكسيون اكسيون بدات طب لعبناها امين طاح في لابيسين ضربته التريسيتي تاع البرد خرج بواحد لافيتاس ربي عالم بها يجري فيتاس قلع ديك الماء سخون. اسمع حنا ظن الله غير امين يعطيه الصحه لا غير طاح في طيحه شابه في الماء خزرنا هكا صدمنا الكادرير داير هكا راه طاها قلت لك توش بيك صوتات الكاميرا رحت ليه نجري انا جاي رحت ليه نجري دخلت ليه للدوش كان بحوايجو من البرد دخلت لك امين ريح كيما راك ما تخرج قال لي واش كاين قلت له راح تتعاود لا لا وعاودها على كل حال وجات شابه طيب كيما شفت. ولو نقول لك وصف لي الفنان المتكامل حسب رايك شكون راح تقول لي؟ فنان كي تشوفوا فنان متكامل هنا في الجزائر انا نشوف عثمان عريوات دار اللي نحييه اللي شغل قدر يدير بوكو دو غول يعني يلعب كذا ويلعب سيريو ويلعب دراما انسان متكامل وما في الحياه الشخصيه. داير كاين حاجه حبيت نقولها لكم بلي الحمد لله شهاده من عند عثمان عريوات قال لي انايا في التلفزيون كاع يعني نشوف صالح ونشوفك انت الحاجه هذه شغل فرحتني بزاف كي هو يعني ونزيد نجبد فاني عمي حمزه في غولي اللي لعب قيدر الزدام وماما مسعوده كي قصرت معاه قال لي عاود ترديت لنا البنه تاع بكري مع ذوكا قال لي محسوب من ذاك وتضربنا باسكو الجيل لعبك تعطي حاجه تاع الجيل الذهبي حاجه تاع كذا راك فاهمني ونحترمهم بزاف وهذو الناس ربي ان شاء الله كما يقول لك يخليهم يطول في عمرهم ان شاء الله. صح ان شاء الله. ولو كانت تكون قاعد تقوي يجي لك شخص ويقول لك يا اخو انت صامت واش تقول له؟ انا نامن بحاجه واسمها لا توليرونس راني فرنس اليوم تقلع يا ودي راك في الشباب الانسان كيما انا كاين ناس سبحان الله في الاصل كيجوز عليا يجيني صامت ماغري انا انسان عندي هذيك تاع لازم نعاشر الانسان باش نحكم عليه بصح يقدر يجيك لامبريسيون باللي هذا صامت مثلا ولا زعما باغ اكزومبل واحد ما يعجبكش في التلفزيون تقول رايك بكل صراحه انا هذا ما عجبنيش ما كاينش كيفاه انا نقول لازم نعجبك بالعكس لازم نحترم رايه باسكو علاش هشام نقول لك حاجه خويا ولو تفهمني صاري لها كي لي غو لي كولور سا سو ديسكوت با يقول لك مثلا زعما انت تحب الرشطه ولا تحب جو سي با الكسكس ولا نحق لك انا نقول لك زعما تقول لي رحيم الكسكس بنا نقول لك انا ما نحبش الكسكس انت يا طب با لو دغوا تقول لي شبيك تمرين ما تحبش الكسكس حق فهمت سي سا اوكي على هذيك انا نحترم الانسان كي اللي يشوفني صامت اوكي. طيب رحيم بعد دار ناشو 1 و 2 و 3 ومسيره ناجحه واش راه جاي؟ وش توعد الناس يشوفوك في قادم الايام؟ شوف تقعد غير في دارنا شو ولا ماشي لحاجه جديده؟ نو اكيد انا يا راهم في راسي يعني مم يعني من غير لي سيت كوم يعني واش راني حنوجد ولا زعما نخدم لي سيري ولا راني حاب حاجه تشغل في الشباب ناخذ وقتي ونخدم حاجه بالطبع علاه؟ احتراما للناس باسكو كون تو ريسبكت لي جون تسيي ماكسيموم تاع
تعطيهم واش يحبوا، تاخذ وقتك مثلي كيديش الناس. انا علاه دي فوا نكونوا قاعدين انا كاباب نوض نبدا نقصر ذاك الناس قاعد تضحك ونبدا نبلاقي نبدا نحكي في لي زانيكدوت، يقول لك زعما راحي مطلع زعما لعبه كاشو خفيف للناس، ما نطلعش. انا لازم نريبيتي، لازم نعطي حق الناس. انا كي نطلع ما نطلعش نمسخر بالناس زعما نطلع هكا شغل نو، نعطيهم حقهم، نريبيتي نلعب كذا منا، باش على كي نطلع سيرسان الانسان كي يشوفني يفرح يترشق يعرف بلي هذه الخدمه متعوب عليها. سي بور سا اون برون دو طون في كلش باش نخدموا حاجه بالطبع. ميمو في راسي السينما، افلام قصيره، افلام طويله ان شاء الله بوركوا با. حبيت نعاود نرد نديروا اون بتيت ريفولوسيون للسينما بوركوا با، يعني تخدم شغل دير ثوره في السينما، تعاود ترد هذا الجيل لي جون يحبوا يشوفوك في السينما. انا عندي دي زيدي دو فيلم لو كان نلعبهم كابابل ان شاء الله باذن الله يولي هذا هذو لي جون ولا هذ الناس اللي يشوفوا فينا يولوا يحبوا يعاودوا يولوا للسينما. نقدروا نشوفوك في دور ماشي كوميدي، دور درامي مثلا؟ بيان سير، بصح انا نخدم كي المصريين. انا نهار اللي طلعت تلاقيت بمصاروه فما وناس في اهل الميدان وكذا، واش قالوا لي؟ قالوا لي عندك ان ستيل شباب تخدم، عندك لي كولور تلعب بزاف لو سمو، لكن ما تغلطش تلعب بدراما بلا كوميك، دير كيما احنا. وصح هما توجور في الافلام تاعهم، مام لي ترك مام لي زاميريك كي يخدموا عرفت واش يخدم لك؟ يخدم لك مام يكون فيلم دراما عنده دائما دي زيسباس كوميك. صح وتعالج قضايا حتى تخلع. ان شاء الله كل التوفيق نتمنوا لك رحيم. سويعه جازت خفيف الظريف، عجبك الحال معنا رحيم؟ تخي بيان. هشام ولا غير انا نبدا بك تا باسكو تي اون بيرسون تري ريسبكتيو كيما يقول لك، انسان محترم. وحاجه اللي عجبتني فيك انك مام تعرف تخير ضيافك وتريح الانسان كي يجي لك، ونتمنى لك ان شاء الله التوفيق. ان شاء الله ربي يوفقك هشام، صافي بليزير. ربي يحفظك، شرف لينا. ربي يخليك كاع لو جروب تاعك ايتو. حبيت نحيي من هذا المنبر يعني باسكو انا والو بلا يعني ناس معايا، فهمني. نبداو زعما بالمخرج محمد رضا اللي رفيق الدرب، ربي ان شاء الله يحفظ له وليداته. ان شاء الله انا بالنسبه لي احسن مخرج في الجزائر، علاه؟ باسكو بو دو مويا يقدر يحكم كاع هذا الشعب وهذا الكاتيجوري تاع الناس. صافي ان كرون بليزير، ربي يحفظه ان شاء الله. كاع لو جروب تاعي تاع دارنا شو، نورهان، ايناس، لي اون غروند بروغريسيون، يعني كانوا معايا صغار راني نشوف فيهم، راني نشوف فيهم كبار دوكا. صافي ان غرون بليزير، نحبهم بزاف. شو كي خياتي الصغار، ايه، خديجه اللي ثاني البروغريس من العام للعام، ربي يوفقها ان شاء الله. مريومه اللي هي رميسة، ثاني لو ستيل دو جو اللي جبتو جديد، طفله ثاني بالطبع وما شاء الله اخلاق عاليه. زهور نوال داير، ربي يحفظ لها وليداتها، الطفله اللي جات وقدرت يعني هي كربة بيت انها يعني دير حاجه وبالطبع وتلعب وما عندهاش لو كومبلكس، وربي يحفظها. صهيب، صح صهيب سحنون اللي زوالي مسكين، وانسان كيما يقول لك كذا وجا وقدر يفرض نفسه ويدير حاجه، وربي يوفقونا. انا ماذا بيا ينجح اكثر مني كاع، فاهمني؟ وكاع لو جروب فاني هذه نغتنم الفرصه. لو جروب عندنا ان جروب يلعب معنا في الزنقه، ولاد الحومه. ولاد الحومه مساكن لي ناس يجوا، كان نقول لك حاجه دي فوا تنخلع، الناس جايه تلعب باش تلعب، يقول لك رحيم انا ما ندوموندي لا دراهم، لا انا نجي نلعب باسكو نحب نلعب، باسكو نحب هذا. امين جوني، بن يوسف، رؤوف باطو، كاع لو جروب، فتحي مولا، عباك جبت هكا لو جروب لازم نجبدهم كاع. شكون ثاني؟ سكامبو، سكامبو الضرب الصغير، ورفاني حاجه واحده اخرى. سكامبو، سكامبو سي عباك في طفل صغير تاعي يا صاحبي يقدر هكا يدي شعبيه، هو موش عارف يمشي في الزق يقول لي هذول يحب، موش عارف مسكين، وشعبيه كبيره وكذا. كل التوفيق نتمناه لهم، وكاع لو جروب واللي ما نسيتهمش كاع اصحابي ليكيب تكنيك، كل التوفيق لهم وليكم ولكامل فريق دار ناشو. الكامل فريق دار ناشو، ربي يحفظكم. وهشام ميرسي بوغ، ربي يحفظك، بارك الله فيك. نتمنى كل التوفيق للعمل هذا، ونتمنى نشوفك في اعمال ان شاء الله قادمه، العائلات والناس يحبوا يشوفوك. مشاهدينا نقول لكم عدد اليوم من بيناتنا خلصنا، ونا الاسبوع القادم في عدد جديد مع ضيوف جداد. سلام. الصحة رحيم.